بهدف ترسيخ ثقافة الوقاية وتجنب الأمراض، أشرف وزير الصحة على إطلاق فعاليات الأسبوع الوطني للوقاية، والتي تشمل أياما تحسيسية لمكافحة كل العوامل المسببة لعديد الأمراض. الوقاية هي مسألة سنوية كل يوم وكل طوال السنة، لكن نريد أن نعير الاهتمام أكثر. نود أن نقول أننا بالوقاية ممكن أن نحمي مجتمعنا، وقد اخترنا 7 مواضيع ذات أهمية، وهي المواضيع التي تؤرق الآن أذهاننا ورؤانا في هذا المجال. فعاليات الأسبوع الوطني للوقاية التي تمتد من 5 مارس إلى غاية 11 من نفس الشهر ستعرف عديد الأنشطة والبرامج، منها ورشات تفاعلية بإشراف مهنيي المؤسسات الاستشفائية العمومية والصحة الجوارية لتوعية المواطن بضرورة تبني سلوكات صحيحة للوقاية من الأمراض. أنا استقبلوا فيهم، ديروا توجيهات، نمدوا النصائح الغذائية، نقوموا بالتشخيص المبكر لداء السكري، وأيضا نوجههم إلى الشابيطو الأخرين للقيام يعني القيام بتشخيصات أخرى. هذا الأسبوع درناه لي لا سونسيبيليزاسيون تاع كاع لا بوبولاسيون، وحنا خاصة الهدف تاعنا الدراري. علاه دركا لا فيزيون تاعنا سي كوا؟ الأكل الصحي. خلاص توت هاد لي مالادي، هاد الأمراض نكتسبوها هكذا كبر. عندنا نشوفو طفل صغير عنده الكولون، علاه؟ بوركوا يفو غوفوار، لازم الإنسان يريفيزي ويعاود يشوف هاد لونفون واش راه ياكل من لي نوض الصباح حتى وين يرقد. الخيم والورشات التي تم وضعها ببهو رياض الفتح بالمناسبة شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين الذين تلقوا نصائح وشروحات من قبل مختصين حول كيفية اتباع نظام أكل صحي ومتوازن وبعض العادات المفيدة للجسم الواجب اتباعها. أنا باش نجي نثقف، جيت راني عند الطبيب عام الدوات عام ليزاناليز وكل شيء، إذا كان تيفو سي بون توما فوزي سبيسياليتي، ما نجيش نوريكم توما توريولي. كاين امور اللي الانسان يعرفها مع الاحتكاك بالاطباء وشبه الطبي حتى يخلق الانسان يتوحى اكثر. تنظيم هذا الاسبوع التوعوي هو فرصة لنشر وغرس ثقافة الوعي حول أهمية الوقاية في الحياة اليومية للمواطن، ومناسبة لاتباع نمط صحي أفضل من أجل حياة بدون أمراض.